ينطلق الآن سيداتي وسادتي الشوط الخامس على كأس سمو الشيخ خليفة بن حمد الخليفة للجياد المستوردة من مسافة 2200 متر بانطلاقة 16 من الجياد المستوردة تصنيف هانديكاب من 0 إلى 100. نايجيل المرشح الثاني هو اللي يتصدر السباق، بينما ياتي في المركز الثاني جوميرا جلوري، بروميثيوس في المركز الثالث، بينما المقدم ياتي رابعا اللي يشارك بالغمامة، وفي المركز الخامس ياتي تقاسيم بمحاداة السياد، وثم ياتي أيضا فورن ايت وأيضا جلال وأيضا من محاداة السياج لدينا أيضا لدينا الجواد كرونو فارغون. إذن هنا جوميرا جلوري هو اللي يتصدر السباق، بينما نايجيل يأتي في المركز الثاني، المركز الثالث بروميثيوس، بينما رابعا يأتي تقاسيم، جيف تايم في المركز الرابع، هنا المقدم في المركز الخامس، بينما هنا الجياد تمر من مسافة 1200 متر ولا زال جوميرا جلوري هو اللي يتصدر السباق. نايجيل يأتي في المركز الثاني، بروميثيوس في المركز الثالث، تقاسيم ياتي رابعا مقدم في المركز الخامس، بينما جيف تايم ياتي سادسا، ومن ثم ذلك كراون اوف أراغون وتليفونو، وأيضا من ثم ذلك ياتي المرشح الأول جوميرا جلوري ومين ستريتش وفورن ايت وأيضا فضاء. هنا الدخول في الخط المستقيم وبروميثيوس هو اللي يتصدر سباق من نسل مونجو، وثم ياتي في المركز الثاني جيف تايم، والمركز الثالث تقاسيم مع أندريا فيلي، ومن وسط الجياد هنالك محاولات من قبل المقدم، لكن الصدارة الآن تذهب لمصلحة فضاء من جانب السياج الداخلي، وتقاسيم يأتي في المركز الثاني، ومن وسط الجياد هنالك المرشح الأول مدينة جوميرا. إذن مدينة جوميرا هو اللي يتصدر السباق مع الفارس بريدوي، فضاء يأتي في المركز الثاني، والمركز الثالث كراون أوف أراغون. إذن مدينة جوميرا يطير إلى كأس سمو الشيخ خليفة بن حمد الخليفة، المركز الثاني جاء به فضاء، والمركز الثالث كراون أوف أراغون، تليفوني يبدو لي في المركز الرابع، المرشح الأول مدينة جوميرا بقيادة بريد دول من ينتزع خامس أشواط الأمسية، فننتظر نتيجة صاره رقم 1000 في مسيرته الرياضية كفارس. مدينة جوميرا in his way back to the winner's circle of Roush Equestrian Horse Racing Club. He is by Bernardini. تابعنا مشاهدينا الكرام واللحظات الأخيرة من عمر الشوط الخامس والحفل الخامس في السباق العشرين، ما شاء الله تبارك الرحمن، مدينة جوميرا لمحمد بن سالم محمد الكواري بقيادة بريدويل كما ذكرنا، وأيضا ذكر زميلي العزيز منصور عبد العزيز وحصوله الفوز رقم 1000، أعتقد انتصار رائع بالنسبة لهذا فارس الفارس. عالمي، فارس معروف، فارس يعني أنا يوم كنت مدربين بردوي ساحة العرض، نعم، أقول للحصان اتصرف، ما شاء الله عنده يد سحرية، يعني حصان يعني فارس متمكن، فارس قوي، نبارك للانتصار الألف اليوم على مضمار راشد، وهذه يعني شيء جدا 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 نشرف به أن فارس عالمي يحقق الانتصار.